السلام عليكم، مساء الخير عليكم. مساء الخير، راي معكم. راني عاد الحاجه من الخير الحمد لله، هي دارت لوبيراسيون تاعها. كيما راكم تشوفوا هاي وينها، راه عندها تقريبا واحد 3 ايام ولا كيما راكم سبق وين شفتوا في الفيديو. هاي جات، هاي وينها، هاي الكومبريس اللي جاوا داخل ضرام دو كومبريس ولا ترو كومبريس وبعضها. تخيل هذه كانت الدخل، فضلكم والحمد لله، ونشكركم على جهودكم واللي عاونونا بشتى طرق. الحمد لله وصلت الحاجه ودارت العمل الجراحي تاعها، ونحتضر. وهاي حبيت نقول لكم ان شاء الله كلمه حاجه، قولي لهم كش ما تقولي لهم كلمه ان شاء الله. انا كثر خير قال لي عاوني، كثر خيرهم ان شاء الله، واللي عاون حاجه يجازيه ربي على خير ان شاء الله ويعطيه ما يتمنى. انا راني امراه وليه، عندي وليداتي صغار، السماء كي عاونتوني راني الحمد لله رجعت لوليداتي. كثر خيركم، ما عنديش محسوب لي يخدم عليا، والله يعاوني يداويني، والله كي عاونتوني نتوما الحمد لله راني نحيتها بالضبط. الحمد لله ان شاء الله، الحمد لله نحمد ونشكر الف مره، نشكر كل من ثق فينا، نشكركم كاع، ونقولوا مازال رانا مازال ان شاء الله مازال في الطريق، مازالت الخدمه، وناس الخير ديما هي راكم تشوفوها هاو الجروب كاع راهم متواجد معنا. الفيديو شفتو، نخدمو في الليل نخدمو في النهار بالشي اللي قدرنا عليه. نقولو من الناس انها الثقة، نظن انا هذا يكفي اللي مازال ما كسبش ثقة. احنا ما يعاوناش، احنا يعاون الناس، احنا الحمد لله احنا يعاون الناس، احنا ما يجيبنا لا احنا الدراهم لا ما نحوسو على الدراهم. يدي اللي وصلنا له، ولا اللي حنينا، ولا اللي محتاج، ولا اللي. ونشكركم كاع، وصافي بليزير بور نو كي راكم واقفين معنا بني لقواط، وشكرا جزيلا. كثر خير، ومازال ان شاء الله، مازال قدام، مازال الخدمه ان شاء الله قدام، مازال يعطيهم ما يتمنى ان شاء الله. امين امين امين.